اللايف بتابع بوقت البير. صباح الخير غسان عميكو اللبني. صباح رح نحكي عن البالز بين واز. لا ضروري البير يكون لبني السنه تقدر يقلع ضروري هذا الشيء. هلا بياخذوا خليك هرب. غسان ينعاد عليك اول شيء وعليك وعلى المشاهدين بالصحه والخير. اليوم بدنا نحكي عن يعني نوع موسيقى كتير حلو يعني بلش ياخذ رهجه يمكن بال 1780 صحيح بفيينا وانطلق للعالم كله باشكال متعدده يعني للفالس شوي قريبين شوي بعاد بس المهم هي الموسيقى يلي عطيت الفالس كل هالمنحة وهالانتشار الموسيقى الحلوه. شو كيف بنعرف اول شيء الفالس؟ شو هي الفالس؟ الفالس هلا الناس بتعرفها انه هي رقصه. هلا طبعا هي بلشت مش كرقصة اسمها فالس، يعني هي استلهموها اذا بدك هي من القرن ال14 تقريبا بألمانيا وبالنمسا بلشت. يعني من هون استوحوا فكرة الفالس وبلشت بفيينا بشكل رسمي سنة 1780 مثل ما قلت. هلا صار في رقصة اسمها فالس. هلا مهم نقول انه كلمة فالس جاي من فالسر بالألماني اللي هي بتعني تورني اون سيركل، يعني بيبرم واحد بشكل دائري. هلا الفالس اجت يعني يقال انه اجت وبعكس ما بتفكر الناس، يعني بتعرف تقول كلمه فالس يعني هي الرقص اللي كان يصير بالقصور وبالهيدا، بس هي بلشت بعكس ما واحد بفكر، هي بلشت ردت فعل على الرقص اللي كان يصير بالقصور بالنمسا بألمانيا. يعني بوقتها كان في مثلا رقصة المونيه بوقتها اللي هي كانت كتير رقصة جامدة وكتير رسمية، اجت الفالس من المناطق الشعبية كرمالتها تكون شوي هيك كول أكثر إذا بدك، يعني أقل رصانة. هيك بلشت الفالس. هلأ طبعاً الفالس قبل ما نسمع أول فيديو هلأ مهم نقول أنه انطلقت من فيينا وهن الكومبوزرز النمساويين هن اللي عطوها هذا الإيلان وهيدي الشهرة العالمية. هلأ رح نسمع أول فيديو اللي هو من يوهان شتراوس. هون مهم أقول أنه شتراوس هن العائلة اللي أكثر شيء اشتهرت بتأليف الفالس. رح نسمع هلأ من يوهان شتراوس فيس، يعني ابنه ليوهان شتراوس الأب، أول وحدة أول فالس اللي هي لا فالس دو لامبيرور أو لا مارش دو لامبيرور، ورح أحكي عنها أول دغري بعد ما نسمع الفيديو. لكن خلينا نشوف ونسمع لا فالس دو لامبيرور لا شتراوس الابن. مظبوط هيدا هو. وبنرجع كنا عم نشوف ونسمع الفالس دو لامبيرور لا شتراوس. مثل ما قلنا هالعائلة يلي عن جد كتير قدمت للموسيقى
بالنمسا، وكل الموسيقيين غسان يعني يلي كانوا بفيينا قطعوا بهالمدينه ان كانوا من براتها او من جواتها، وهي مدينه عن جد للموسيقى، يعني ان كان بيتهوفن او شتراوس او هايدن او موزار او موزار، يعني الكل قطع بهالمدينه وزاد على سحر الموسيقى. صح. عن الفاز دو لامبيرور شو بدنا نقول؟ فاز دو لامبيرور هي كمان بسموها لا مارش دو لامبيرور، وهيدي بوقتها يوهان شتراوس سنه 1889 الفها للامبيرور فرانسوا جوزيف بروميي، تكريم يعني اذا بدك نوع، كان اول شيء سميها ما دون لا ما، لانه هي رمز للصداقه كانت بين النمسا والمانيا، دونك امبيرور فرانسوا جوزيف بروميي مع غيوم دو دالماني، يعني هي كانت الفكره هيدي الصداقه اللي بين البلدين كرمالها عمل هيدي الفالس بوقتها يوهان شتراوس. هون مهم اقول شغله كمان لي، انه الفالس كثير خفت اذا بدك الوهج تبعها بعد الثوره الفرنسيه، هي مهم، ولو رجعت انطلقت بعدين مع الشتراوس، مع عائلة شتراوس بالقرن 19. هلأ بتاني فيديو رح نسمعه، رح نسمع Voice of the Spring اللي هي كمان فالس كتير معروفة ليوهان شتراوس 2. هيدي استلهمها من مغنية أوبرا سوبرانو اللي هي اسمها بيانكا بيانكي، مهضوم اسمها فني جدا، يعني هذا الفن خلقان من اسمه وبالرايح. بقى بيانكا بيانكي هي كانت سوبرانو معروفه جدا، فيها ولا كان بس هيك يجبو فيها عجيب، يعني بتعرف هلا انه كلنا الفنانين بنحكي على طول بضل عنا، وقت بتحب حدا على طول بيكون مصدر الهام، يعني هذه حتى لو ما عرفت بشكل رسمي. وقت ألف هيدي الفالس ألفها، وهون مهم أقول إنه في كتير من فالسات يوهان شتراوس رجع نحط عليها كلام، هيدي Voice of the Spring نحط عليها كلام خاص تهي تغنيها بيانكا بيانكي، وكانت أول مرة بتتقدم بلايبزيك سنة 1866 أو 82، سوري هيدي 1882، ما أخذت أبداً سكسي هيدي الفالس، وكان شغلة فعلاً مفاجأة أنه ليه ما أخذت سكسي أبداً، لحد ما رجع هو يوهان شتراوس عمل لها فيرسيون للبيانو، وعمل الجولة تبعه بعد 4 سنين يعني سنة 1886 بروسيا مع البيانو، وبوقتها بلشت تاخد هيدا السكسي. قبل ما نسمعها ونسوها، بس بدي أسألك أنه عم نحكي عن موسيقى الفالس اللي قلنا أنه كانت رقصة بالأول، بعدين صار في موسيقى للفالس ومشيت الرقصة مع الموسيقى، شو اللي بيميز بنقول هيدي موسيقى فالس، يعني كيف تقطيع على الموسيقى؟ كتير حلو سؤالك إلي، لأنه بالجانب التقني الفالس على طول بتكون أمزيغ 3-2-4 يعني مبنية على 3 بيتس، يعني إذا بدك 1-2-3 1-2-3، وهي أول بيت على طول هو بسموه لو تون فور، يعني عليه بيرتكز أول إيقاع، أول ضربة إيقاع، بعدين عندك 2 اللي بيكونوا أخف، دونك على طول الفالس هي 1-2-3 1-2-3. إذا بتشوف رأسة الفالس كيف بتصير على طول بتشوفها مبنية على هيدي الحركة الدائرية الثلاثية تغنير، يعني ممتاز بالضبط. دونك هلأ رح نسمع Voice of the Spring من يوهان شتراوس 2. Thank you.
من The Voice of Spring أو صوت الربيع لاشتراوس. رح نتابع مع أشهر موسيقى الفالس بالعالم. الفالس اللي بيزور فيينا يعني بيشوف القاعات اللي كانت مخصصة. أنت جاي طازة وأنا جاي ضروري نقولها. اللي بيشوف عن جد قديش كان في مساحة للفن وقديش كان الرقص كمان يمكن غسان يستعرضوا فيه ملابسهم غير أنه كمان كانوا يتعرفوا على بعض وكان في مطرح ليكونوا الناس يعني عم يتلاقوا خاصة الطبقة المخملية من المجتمع والأمراء بالأسفل 100%. وهي كمان ليه الناس بيعرفوه أنه كانت هيدي الليبال اللي كانوا يصيروا بوقتها هالحفلات هيدي كانت عطول مناسبة للستات أنه يعرضوا ملابسهم يعني آخر ديزاينز كانوا يطلعوا بوقتها بقى كانت كمان هيدي جانب القليل يعني مش الناس مهم بتعرفه. كيف عم يرقصوا المهم لا الرقصة كانت مهمة لك حال فستان كان يخبي كل شيء تقريبا طبعا يعني. بس تعرف هي هالقد حركة الفالس اللي هي كمان هون مهم أقول شغلة اللي الفالسي من أول الرقصات اللي كانوا الشاب والبنت قبل بعضهم مزبوط كوليك كانوا كلهم حد بعضهم يعني يكونوا وإذا يتواجهوا يكونوا بوقت كتير يعني بمسافة كتير بعيدة يعني حوالي المتر كانت تبعدهم وتكون رقصة كتير جامدة بقى هيدي الفالس كانت لأول مرة الشخصين يكونوا عن جد قبل بعضهم ومهديين بعضهم فيهم لعنا رقصة أنتيم أنتيم كمان في بتعرف في تكنيك كمان الأمريكية اللي هي يعني في التكنيك الأمريكية والتكنيك النمساوية يعني إذا قراب ولا بعاد عن بعضهم هلا ثالث فالس رح نسمع مقطع صغير منها لانه الاحد رح احكي عنها بشكل كثير مفصل واللي هي الناس كثير بتعرفها وكثير بتحبها اللي هي لو بو دانيو بلو وهيدي طبعا الفالس يعني ما رح احكي اليوم بشكل مفصل تنخلي شيء للاحد رح اقول عنه انه اولفت سنه 1866 وحط عليها كلام جوزيف وايلر اسمه البويت الفكرة كانت أنه طبعاً تمجيد للدانوب اللي هو طبعاً من أهم الأنهر بأوروبا الشيء المفاجئ فيها لبو دانوب بلو أول ريبريزنتاسيون ما أخذت أبداً سكسي يعني كانت فشل زريع أول مرة تخيل هلا ما كانت بالفورمير اللي نحن بنعرفها اليوم كانت أصغر شوي بوقتها بقول شغلة يوهان شتراوس كتير حلوة بيقول الشيطان أخذها هيدي الفالس بس بشغلة واحدة بأسف عليها يا ريت بس الناس عطت حق للفينال تبعها وهي الفينال رح تسمعها الناس نهار الأحد دونك هلا رح نسمع مقطع من لو بو دانيو بلو وبتعرف هي شغلة اللي كتير صارت بالتاريخ إنه قدي في قطع موسيقية ما أخذت أبدا حقها أول ما تقدم بس كأنه ذوق الناس بيختلف أو ما بعرف شو بيصير وليك والكونسبت كمان والكونتكست وكيف عم تتقدم exactly. نحن ما بقى نحن كتير okay. عم بخلينا نشوفها عائلة شتراوس بالفالس كبيرة ورح يكون حصة نهار الأحد مع لو بو دانيو بلو بالتفاصيل نهار الأحد إن شاء الله وهيك أكيد بدي أتمنى للمشاهدين سنة خير يا رب على الجميع وعلى لبنان ولإلك إلي ولمحطة الام تي في العزيزة جدا على قلبي وكل العاملين فيها مرسي غسان أنا بدي لك هابي نيو يير ثانك يو فيري ماتش ومبسوط إنه حكينا موسيقى طبعا على الهواء نحن نحكي موسيقى برات صح يعني هي مهم نقول لي الصداقه اللي بتربطنا انا وياك ولاول مره بنكون سوا على الهواء انا وياك بقى انا سعيد جدا وانا ماشي. كمان اهلا وسهلا فيك غسان وينعاد عليك مرسي. نحن رح نعرف اكثر مع البير ليلى شو في على الام تي في وبالايام الجايه كمان من برامج حلو فيكم تتابعوه ما تنسوا الليله السهره المميزه على كل حال كل التفاصيل مع البير بواتسون ام تي في